شكرا لكم وسيلة وعبد القادر، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام من صنعاء. اليوم أصدرت منظمة Human Rights Watch تقريرا لها حول حقوق الإنسان في اليمن، وطالبت بإعادة فتح التحقيق في جرائم القتل ضد المتظاهرين، خاصة فيما سمي بجمعة الكرامة التي راح ضحيتها أكثر من 45 من المتظاهرين السلميين. وأكدت Human Rights Watch أن الرئيس علي عبد الله صالح، الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أقال النائب العام عندما طلب استجواب مسؤولين حكوميين في الواقعة. كما دعت المنظمة إلى التحقيق مع المتهمين الرئيسيين، بينهم وزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري ويحيى محمد عبد الله صالح ابن أو نجل شقيق الرئيس المخلوع، ونجلاه محافظ المحويت الحالي أحمد علي محسن، والوقوف على سبب مغادرة قوات الأمن لمواقعها قبيل الحادث. وكررت المنظمة دعوتها للبرلمان اليمني بإلغاء قانون الحصانة، وأن تفرض قرارات دولية بحظر سفر وتجميد أصول أي مسؤول متورط في الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالثورة. وأكدت المنظمة ضرورة إصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تحقيق دولي في اعتداءات جمعة الكرامة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة، إذا ما أخفقت الحكومة اليمنية في إجراء هذه التحقيقات بالمستوى المطلوب. ومع هناك أخبار كثيرة تفيد بأنه طلب من شهود عيان أن يغيروا شهاداتهم بعد أن وعدوا بخفض محكومياتهم بالسجن إذا ما صاغوا شهاداتهم بصيغة أخرى. وقد قالت لنا امرأة إنها وقعت على مستند لم تفهم ما كتب فيه. هناك وثيقة من الرئيس السابق لم تنفع الحكومة، مفادها أنه طلب من وزارة الداخلية أن لا تسمح باستجواب محافظ محويت أو التحقيق معه. لا نعرف إن كانت الوثيقة صحيحة أم لا، لكن أقول إن الحكومة لم تنفي صحتها، وهذا بعض من وثائق كثيرة لا بد من فحصها والتدقيق فيها.